هذه الأمة لها علامات، النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم مما خصت بهذه الأمة أن النبي يعرفها يوم القيامة. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعرفنا؟ كيف تعرف أمتك يا رسول الله؟ قال: أعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. هذه ثلاثة علامات: كتبهم بأيمانهم، وسيماهم في وجوههم من أثر السجود، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. أبغى نقطة بس مهمة هنا. بعضنا يظن أن سيماهم في وجوههم من أثر السجود السواد الذي يكون في الجبهة. لو كان هذا صحيح، ركزوا معي يا جماعة، لو صح هذا لكان اشتهر عن رسول الله، لأنه من إمام الساجدين؟ من سيد الساجدين؟ من أعظم من سجد لله؟ من أكثر من سجد لله؟ من الذي كان يقوم حتى تتورم قدمه؟ أليس هو حبيبكم محمد؟ صلوا عليه. النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فهو سيد الساجدين، اتفقنا؟ لم يأتي في وصفه أبدا على الإطلاق أن هناك سواد في جبهته، فليست السين لها صلة بالسواد أبدا. بعضهم يفرح إذا ظهر له سواد في جبهته، أيظن أن سيمان فجوه من أثر السجود. السيمة نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان، في وجه هذا الإنسان، في إنسان من يوم ترى تقول: ما شاء الله يا أخي هذا وجهه منور، ما شاء الله يا أخي هذا وجهه نور. ممكن إنسان ترى فيه هذا السواد في الجبهة ولكن من يوم ترى ما ترتاح له، تشعر يعني بنفور منه. أو طيب، هل معنى طيب والذي فيه هذا السواد ليس فيه نور؟ لا، ما نقدر نقول كذا. قد يكون إنسان فيه ذلك السواد في الجبهة وفيه نور. إن أقصد أنه لا نحكم على كل من عنده سواد في الجبهة بأنه هذا هو سيماهم في وجوه من أثر السجود، ومن أصبحت فيه هذه السيمة لا يفرح بها، أو ربنا يقول سيماهم في وجوه من أثر السجود، أو أنا عندي السيمة هذه، لا 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 تقترب بها. السيمة نور يخرج من القلب يبرز على الوجه. ولذلك أن سيدنا أبو هريرة لما كان يصف النبي يقول: وكأن الشمس تجري في وجهه. مما من شدة النور الذي يخرج من وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وكأن الشمس تجري في وجهه، نور كله نور. والله سبحانه وتعالى قال عنه: نور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب القرآن الكريم، والنور سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.